بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدين لقناة الهلال الفضائية والمتابعين لبرنامج أسرار الأدلة، لكم التحية والتقدير، وأنتم تتابعون حلقات هذه الرسائل وهذه الأحداث من خلال برنامج أسرار الأدلة. الحقيقة اليوم هناك موضوع غاية في الأهمية، ولذلك يمكن حنفرد له أكثر من حلقة، ويمكن يعني الشارع الآن بدأ يتحدث عن واحدة من الموضوعات الهامة اللي بيفتكر إنها بتعمل يعني إزعاج شديد جدا للإنسان السوداني وللأسرة السودانية وللمجتمع السوداني. الحقيقة قصة حزينة، قصة حزينة جدا، يعني الوقوع في براثن الإدمان والوقوع في براثن تعاطي بعض المواد المخدرة التي تقود إلى جرائم، والتي تقود قد تقود إلى نهاية حياة الشخص نفسه. هناك أشياء لديها علاقة بالقوانين، هناك أشياء لديها علاقة ب متابعة التدابير الدولية، هناك أشياء لديها علاقة أيضا بتطوير أساليب الكشف عن المواد، وهناك أشياء لديها علاقة بالعلاج. والحقيقة يمكن الموضوع اللي بنتكلم عنه طبعا هو موضوع خطير، اللي هو موضوع مافيا المخدرات في العالم، اللي هي تعتبر جزء من الجريمة المنظمة. وهذه الجريمة المنظمة يمكن يتكلم عنها الكاتب الأمريكي أليكس هيلي في كتابه الشهير الجذور، وهذا الكتاب الذي حكى عن معاناة أجداده الذين تم اختطافهم من سواحل غرب أفريقيا لكي يكونوا تحت رحمة الإقطاع الأمريكي في مزارع القطن. وحتى قامت الحرب الشهيرة بقيادة إبراهام لينكولن لتحرير يعني السليفز، اللي هي ما يعرف بالعبيد الذين يعني يعتبرون أول جزء من الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر كمفهوم والجريمة المنظمة كمفهوم تشمل أشياء كثيرة جدا، من ضمنها مسألة يعني القبض على الأشخاص أو اختطافهم أو حجزهم أو كده وتسخيرهم للعمل، وهذا هو نوع من العبودية. ويمكن أيضا هناك قضايا المخدرات، قضايا السلاح، قضايا الجنس، وعالم يعني كنوع من الجريمة المنظمة. هي طبعا الجريمة المنظمة دائما بتقوم بها يعني مؤسسات ضخمة جدا لديها إمكانيات وترتيبات وتوزيع في جميع أنحاء العالم، ولديها المقدرة على أن يعني تزيد وتوسع وتغري وتدخل أشخاص كثيرين جدا في الدائرة بتاعة الاستغلال لحاجات الناس، والغرض النهائي عادة بيكون هو الحصول على أموال طائلة، وربما أيضا هناك يعني أغراض أخرى وراء الجريمة المنظمة. إذن من ضمن يعني اهتمامات العالم بالجريمة المنظمة كان الاهتمام بقضايا المخدرات، ويمكن بدأ يعني يكون في إجماع دولي على ضرورة محاربتها من خلال معاهدات واتفاقيات دولية تبلورت الحقيقة كلها بعد إنشاء عصبة الأمم، وبعد أن تحولت إلى الأمم المتحدة في العام 61. كانت أول اتفاقية جمعت كل البنود السابقة اللي بدأت يعني يمكن في أوائل التسعينات، في أوائل القرن العشرين، يعني 1902 و 1904، ثم توالت المسألة بتاعت
الاهتمام بمراقبة ومتابعة الآثار الخطيرة جدا للمخدرات، يمكن طبعا ما كانت وصلت لما وصلت إليه عند العام 61، فكانت هناك الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات، ودي شملت مواد كانت تقليدية في ذلك الوقت زي الأفيون وزي الكوكايين وزي يعني الهيروين وأشياء كانت هي مواد مخدرة شائعة الاستخدام في ذلك الوقت، إضافة طبعا لتلك المادة الشهيرة الجنب الهندي المعروف عندنا البنجو في السودان. استمر يعني العالم يراقب ويضبط هذه المواد عبر هذه الاتفاقية القوية جدا بمتابعة من ما يعرف بالهيئة الدولية للمراقبة لمراقبة المخدرات، وكان نتاج الرقابة الشديدة والضوابط أن يعني فكر تجار المخدرات والمافيا في أن يعني يستدرجوا عدد كبير جدا من الناس ليدخلوا في دائرة الطلب والتعاطي للمواد وأدوية تستخدم في الطب النفسي وتستخدم في أشياء كثيرة جدا، يمكن من أشهرها المواد المشتقات الفاليوم الاسم التجاري للديازيبام، والمواد الفينوباربيتون اللي يستخدم في علاج التشنجات، ثم مواد أخرى يمكن أشهرها كان ما يعرف بالأمفيتامينات، وهي يمكن تكون هي موضوع حلقتنا اليوم. وهذه الأمفيتامينات يعني يمكن العالم يعرفها في بداية الستينات أو في العام 1960 في روما عندما سقط المتسابق نيد جونسون الذي كان يعني بطل في سباق الدراجات في أولمبياد روما في ذلك الوقت، اتضح أنه كان متعاطي لمادة الأمفيتامين، وكانت هي مادة الحقيقة صناعية ومستخدمة في الطب، يعني شائعة الاستخدام لعلاج النشاط المرضي المفرط لدى الأطفال، ولاستخدامها يعني تقليل الشهية وخفض الوزن وأشياء أخرى. ولكن هذه الوفاة بتاعت المتسابق ده أنذرت الناس بأنه أصبحت هذه المادة تستخدم لغير أغراض طبية، وبالتالي ليس ذلك فقط ولكنها تستخدم بصورة تجعل حياة المتعاطي في خطر شديد، بدليل أنه الجرعة الزائدة أدت إلى وفاة ذلك المتسابق. ويبقى في العام 71 لمن أصبحت هذه المادة استخدامها يلاقي كثير جدا من الاهتمام الدولي، دخلت الأمفيتامينات أو مادة الأمفيتامين ومشتقاتها، لأنه كانت أمفيتامين فقط، ولكن لمن جاء العام 71 واتفاقية الدولية لمكافحة ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمؤثرات العقلية، دخلت مع مشتقات الفينوباربيتون ومشتقات الفاليوم والمواد الأخرى، أصبح فيه اهتمام بها. والحقيقة يمكن يعني اتضح أنه مشتقات الأمفيتامين كثيرة جدا وعندها أسماء كثيرة، يعني منها الإكستاسي، ومنها من ضمن هذه المشتقات ما يعرف بالكابتاجون أو الفينيتيلين، ثم كان هناك يعني اشتهر الميث أمفيتامين. حقيقة الميث أمفيتامين هو عبارة عن مادة يعني كانت تستخدم كحبوب يعني وكأقراص وكده، وبتستخدم لأنها يعني الآثار بتاعتها أقوى جدا كمادة منشطة من مادة الأمفيتامين نفسها، فبقى في مشتقات كثيرة الحقيقة سموها يعني مشتقات الأمفيتامين أو المشتقات المواد التي تشبه الأمفيتامين، كان من ضمنها ما يعرف باليابا. اليابا ده هو مادة يعني هو ميثامفيتامين، لكن عنده يعني آثار خطيرة جدا، ويعني يعني كان في وقت من الأوقات الناس بيسموه اليابا واليابا، ويستخدم بواسطة الجنود في الحروب، يعني للتحمل، القدرة على التحمل والنشاط لفترة طويلة جدا. ويعني استمر الأمر هكذا يمكن حتى يعني العام 2004 لمن ظهر هنالك ما يعرف بالأمفيتامين
المؤثرات العقلية الجديدة، ومن ضمنها المواد المنشطة ومشتقات الأمفيتامين، وعلى رأسها هذا يعني الدواء أو هذه المادة الخطيرة جدا، يعني بدأ يكون في استخدام له ليس عن طريق الاستخدام التقليدي كحبوب ولكن عن طريق التدخين، وبدأ إعداده يكون بشكل أقرب إلى الثلج، يعني عشان كده سموه الآيس أو الكريستال آيس أو الكريستال ميث من الميثامفيتامين. والحقيقة يعني قبل سنوات طويلة بدأ يكون بشكل إزعاج كبير جدا للعالم. هذه الحلقة يعني تأتي تحت عنوان يعني ما هو أو عن أسرار الكريستال ميس، يعني هي ترجمة للمايث أو الميث أوف ميث ميث أوف ميث اللي هي يعني أسطورة هذه المادة، ولأنها حتى في العالم لما ظهرت في أمريكا استضافت أوبرا وينفري الإعلامية الشهيرة في برنامجها قبل فترة طويلة الضحايا، وكانت المتابعة اليوم بتتم باعتبار أنها يعني ده تعاطي لمادة تستخدم بطريقة جديدة لها آثار خطيرة جدا. هي بتقود الشخص لأنه يتحول إلى متشرد بمعنى الكلمة، يعني مهما كانت درجة تعليمه وثراؤه وكده هو يتحول إلى متشرد. كانت العبارة الشهيرة إنه إذا سأل ابنك عن $40 فأعلم أنه في طريقه إلى شراء الميث أو الكريستال ميث. والناس كانوا متابعوها باعتبار إنها حاجة من القصص يعني البعيدة في هذه الدول البعيدة مننا المتقدمة وفي أمريكا بالذات، ولكن في الأيام الأخيرة قبل عدة شهور يعني للأسف الشديد غزا هذا المخدر أوساط الاستخدام الغير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية في السودان. أصبح هناك تعاطي، أصبحت هناك قبضيات، يمكن في 22 تقريبا أو كده كان تابعنا كلنا في وسائل الإعلام القبض على كمية كبيرة جدا من الكريستال ميث في السودان، يعني في طريقها إلى الاستخدام، وهي كانت مواد يعني عابرة في فترات كثيرة جدا، ولكن الآن حسب ما هو وارد في تقارير إنه أصبحت هي للاستخدام يعني وليست للعبور إلى منطقة أخرى. إذن أصبح هناك جدلية مهمة جدا لا بد من التعامل معها لإحداث توازن في يعني أدمغة وعقول الشباب السوداني قبل أن يعني يؤدي هذا الكريستال ميث إلى عواقب خطيرة جدا وفقدان لهؤلاء الشباب. الحقيقة يعني التوعية هي أمر ضروري جدا، ومن المهم جدا إنه نتحدث عن إنه يعني إذا كان الناس بتفتكر إنه هناك جهة واحدة تكون مسؤولة من ضبط هذه الأشياء أو جهتين أو ثلاثة، فده أمر غير صحيح. هناك مسؤولية تقع على عاتق أي فرد من أفراد المجتمع في إنه يتعامل ويراقب ويتابع ويوعي بأضرار هذه المادة. يمكن في العام 2014 تقريبا ولا كده كان تم القبض هنا على في السودان على يعني مصنع سري، وتلاو أكثر من مصنع بعد ذاك بيصنع مشتقات الأمفيتامين المنشطة دي. موضوع خطير جدا، وكانت يعني الظاهرة أو كانت المأساة بتاع دخول الكريستال ميث للسودان أمر لا بد من الوقوف عنده، لا بد من الحديث حوله. يعني سوف يكون هناك حديث كثير، سوف يكون هناك كثير جدا
من الندوات واللقاءات، ويمكن يعني الآن اللجنة القومية لمكافحة المخدرات يعني مشمرة عن ساعديها لتنظيم وترتيب برامج مهمة جدا للوقاية من هذا المخدر المدمر، وكذلك من ناحية خفض العرض لهذا الأمر هناك كثير جدا من يعني النجاح للجنة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وللجهات الأخرى مثل هيئة الجمارك يعني والتي يعني كانت لها السبق في اكتشاف والقبض على هذه الكمية الكبيرة ادخلت في نهايات شهر نوفمبر 2021 للبلاد، التي كانت مواد مخدرة ومن ضمنها عشرات الكيلوجرامات من مادة الكريستال ميس. إذا نحن الآن في حاجة مهمة جدا، لا بد من أنه نتعامل معها بوعي، ولا بد من أنه نشوف إلى أي مدى يمكن لهذا المخدر أن يهزم أو أن يهزم في المعركة القادمة. الحقيقة بداية في الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الجنائي كان في مؤتمر عالمي في المملكة العربية السعودية في الرياض بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، وكان يعني البرنامج بتاع المؤتمر 3 أيام. الحقيقة تمت دعوتنا لتقديم محاضرة كاملة عن هذا الكريستال ميس باعتبار أنه كما أنه يشكل تهديد للمجتمع السوداني هو يعني مشكل وتهديد لكل الدول يعني المحيطة بالسودان وللدول العربية، ويهم الجمعية العربية للأدلة الجنائية. يعني الحقيقة من الأشياء المفروض تتعرف عن هذه المادة إنه الخطورة بتاعتها أصبحت يعني زايدة جدا، لأن يعني هذه المادة أصبحت تستخدم عن طريق التدخين، وهذا التدخين يقود إلى سرعة المفعول. يعني إذا كانت الحبة كان مفعول يعني قد يصل إلى 12 ساعة يعني يستمر المفعول تدريجيا، وأثر يعني قليل مقارنة بالأثر الذي يحدث عند التدخين، لأن التدخين بيصل الكريستال للمخ سريع جدا ويتحول بعد ذلك يعني الشخص إلى مشروع ضحية. يستمر بدل 12 ساعة هناك يستمر لمدة 3 ساعات فقط أو 4 ساعات، يحتاج الشخص مرة أخرى لاستخدام المادة. وهذه الحوجة يعني تصاحبها حالة انتكاس عالية جدا، إذا كان الشخص حاول يجيف يرجع تاني لأنه يمر بأعراض تعرف باسم الأعراض الانسحابية. يعني الشخص يشعر بأنه أصبح الناحية المالية بتاعته، الناحية الصحية، الناحية الأسرية، الناحية الأخلاقية، كل الأشياء مهددة باستخدامه للكريستال ميس. يحتاج إلى أن ينسحب، يحتاج إلى أن يتوقف، يحتاج إلى أن يعني يعمل مراجعة لهذا السلوك ولهذا يعني الخطر الذي أصبح يحيط به. لكن للأسف الشديد الأعراض الانسحابية اللي بتحدث بتجبره إلى أن يدخل في الدائرة مرة أخرى. يبقى هنا بيجي عنصر مهم جدا، وبيجي يعني جانب شديد الأهمية اللي هو جانب أن يكون هناك علاج وأن يكون هناك إعادة تأهيل. فلا يمكن ترك كل الذين يعني يدخلون في دائرة التعاطي لهذا المخدر أن يستمروا في الطريق إلى النهاية وإلى أن يعني يفقدوا أرواحهم. فبيبقى هنا في إشكالية كبيرة، هي إشكالية
كيف يحدث العلاج، كيف يتم عمل التدابير اللازمة للوقوف على يعني البروتوكولات التي تعالج. كان هناك يعني اجتماع للجنة الخبراء الخاصة بالمؤثرات العقلية الجديدة، باعتبار أنه الكريستال ميس أصبح من المؤثرات العقلية الجديدة، فقط بعد تحول استخدامه من طريقة البلع يعني للحبوب إلى طريقة التدخين للكريستال. وبالتالي لجنة الخبراء بتاعين المؤثرات العقلية الجديدة تشرفنا بعضويتها، وكان معي أخي الدكتور الماحي رحمة الله عليه، وقامت هذه الكوكبة من الخبراء بالعمل على يعني إصدار كتاب مهم جدا عن علاج الإدمان على المنشطات، وفيه يعني مساحة كبيرة جدا للكريستال ميس أو للآيس وعلاجه. فدي واحدة من البروتوكولات التي يجب أن تهتم بها الجهات الصحية. صدر في العام 2017 هذا الكتاب، ويعني الحقيقة يمكن واحدة من الأشياء المهمة هي يعني كيفية التعرف على الشخص. يعني هناك كثير جدا من الأشخاص الذين يعني يستخدمون هذه المادة أصبح لديهم علامات مميزة، أهمها تساقط الأسنان، تساقط الأسنان، الشحوب الشديد، الشخص يعني شاب صغير طوال يبدو وكأنه ازدادت له عشرات السنوات. يعني دي طوالي بتكون مصاحبة لاستخدام الكريستال ميس. الحقيقة يمكن الناحية الطبية دي مهمة جدا، لأنه من ضمن الفريق الحقيقة كانت هناك دكتورة كريستين من ألمانيا، وهي قدمت يعني الحقيقة يعني واحدة من المشاريع المهمة جدا في العلاج بأبسط الوسائل وبأكثرها قدرة على التنفيذ من الناحية المالية. وهذه البرامج كلها تم طرحها يعني للجنة القومية ولوزارة الصحة وللجهات دي كلها، وإن شاء الله يعني البروتوكول بتاعها ده والطريقة بتاعتها في الاستخدام لوسائل يعني معقولة الثمن إذا لم تكن رخيصة وفي متناول الناس إنها ترى النور هذه المشروعات. غير العلاج يعني يظل هناك اهتمام كبير جدا بأن يكون يعني البرنامج الخاص بالمنشطات اللي بترعاه الوكالة الدولية لمكافحة استخدام المنشطات في الرياضة الوادة، لازم الاهتمام بهذا الأمر، لأنه استخدام هذه المادة يعني خلاف الناس الشباب ويعني استخدامه بواسطة الناس اللي بيسوقوا سيارات لمسافات طويلة أصبح يعني الاستخدام وسط الرياضيين. وبالتالي يعني الأشياء أو المقترحات بتاعت الحلول والأشياء دي بتجي ابتداء من يعني وضع برامج للشباب، لا بد من وضع برامج للشباب. يعني ويعني كما عودت الناس اللجنة الأولمبية السودانية ومن خلال اللجنة الطبية فيها بالإضافة لبرامج التوعية وكده، أن تكون يعني تتسع البرامج الرياضية للشباب في كل الأحياء، في كل الأحياء، بحيث أنه يجدون يعني فيها متنفس ويلقوا فيها يعني يلقوا فيها نفسهم. يعني فالوقت المبذول للرياضة هو وقت كان يمكن أن يكون في البحث عن المخدرات وتعاطيها. أيضا لا بد من الحديث عن يعني شيء مهم جدا اللي هو العودة إلى دور السينما. يعني يبدو أنه هناك يعني جريمة كبيرة ارتكبت بإغلاق دور السينما في السودان، حيث كان هذا البرنامج
يعني انه تتوجه الاسر او يتوجه الاصدقاء او كده للسينما، كان برنامج فيه فوائد كثيره جدا، من ضمنها الحركه من المنزل الى مكان اخر، من ضمنها يعني مشاهده كثير جدا من الثقافات التي تقدمها السينما العالميه والسينما العربيه وكده، ومن ضمنها ايضا الوقت المستقطع والذي كان يمكن أن يتجه فيه الناس لاستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية، فلا بد من عودة هذه يعني الدور تعمل يعني بصورة فيها كثير جدا كفاءة، وكانت تكتظ بالمشاهدين. فجأة يعني صدرت قرارات بأن يعني هذه الأماكن تغلق تماما. كانت جريمة، وواحدة من الحلول هي أن تعود هذه الأشياء، لأنه يعني ليس مثل الفيلم اللي بيشاهدوه الناس في المنزل ويتحكموا في أنه يغلقوه أو يفتحوه أو يرجعوه أو كده. السينما هي عبارة عن يعني مفهوم كبير جدا بيقدم يعني خلاف الأفلام نفسها، بيقدم يعني جريدة مصورة فيها آخر التطورات في العالم في مجالات مختلفة رياضية وثقافية وفنية وكده، ويقدم أيضا برامج ترفيهية قصيرة قبل الأفلام. دي كلها أشياء يعني كانت عبارة عن تقاليد في المجتمع السوداني، عودتها ربما يسهم كثير جدا في أن يعني يجد الشباب وقت يعني يمارسوا فيه أشياء مفيدة. الحقيقة يمكن هناك الجوانب الخاصة بالفنون والآداب، يعني ما زالت الفنون في السودان يعني خجولة جدا، هي عبارة عن أغنيات يعني يرددها بعض المطربين، ويعني حتى يمكن الأغاني القديمة بما تحمله من مفاهيم ومن يعني أدب وكلام يعني غاية في الإبداع، أصبحت الآن يعني فيها كثير جدا من الاستسهال والعمل على أن يكون هناك يعني فقط إيقاع يعني مستمر لتقديم كلمات قد تكون هي كلمات ما فيها يعني ثقافة ولا فيها آداب ولا فيها كده. دي واحدة من الأشياء نحن نفتكر إنه مقترحات الحلول اللي بيتحدث عنها مهمة جدا في البحث عن يعني برامج مرتبة وفيها إمكانيات للتنفيذ، وهناك كثير جدا من يعني المؤسسات اللي يعني هي واجبة يعني واجبة بحكم المهام بتاعتها، ولا بد من أن يعني يكون عندها دور كبير جدا في هذا الأمر. أيضا الـ يعني التدابير الخاصة بالتصنيع لهذه المواد، يعني هناك دور كبير الحقيقة بيقوم به المجلس القومي للأدوية والسموم عبر لجنة مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية لمراقبة هذه المواد والتأكد من استخدام الطبي الجيد وكده، ولكن هناك بعض المواد الأولية التي يمكن أن يكون يعني الحصول عليها بسهولة قد يقود إلى أن تكون هناك صناعات سرية كما أشرنا يعني سلفا وكده. الحقيقة يمكن من ضمن الأشياء المهمة في السودان يعني انه زي ما قلنا الربط ما بين بعض المواد والجريمة. المواد المنشطة ويعني في درجة معينة جدا من الجرعات تتحول إلى مهلوسات، فهذه الهلوسة هي الطريق إلى يعني ارتكاب جرائم كثيرة، جرائم قد تكون يعني في غاية البشاعة، اغتصاب،
قتل انتحار، ولا بد زي ما قلنا من أن يعني يتم التعامل مع هذه المواد أيضا والمواد الأخرى الجديدة التي تم يعني التأكد من خطورتها، لا بد من التعامل معها أيضا من الناحية القانونية. ده كله يعني عبارة عن تحديات. الناحية القانونية هي في إدراج المواد الأخرى، يعني الميثامفيتامين موجود في القوانين الجداول السودانية، ولكن هناك بعض المواد يمكن الأكثر خطورة. قبل أن يعني تصل هذه المواد، كما وصل الكريستال ميث إلى السودان زي مادة الميفيدرون، لا بد من أن يتم تعديل وعمل تعديل يعني بأسرع ما يمكن للجداول. ربما يأخذ القانون، يعني قانون المخدرات والمؤثرات العقلية السوداني للعام 1994، قد يأخذ إصدار قانون جديد أو إدخال تعديلات على القوانين أو على القانون، قد يأخذ حيز من الزمن. ولكن الذي لا ينتظر هو إصدار الجداول المرفقة والملحقة بالقانون. هذه الجداول يتم يعني التعامل معها بصورة دورية، ولا بد من أن يكون هناك دائما يعني مواكبة للمجتمع الدولي الذي يضع ضوابط على بعض المواد وتكون غير موجودة في القانون السوداني، وده بشكل يمكن يعني خلل وعدم توازن قضائي في التعامل مع هذه المواد. عشان كده احنا بنقول انه يعني في 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 شغل بينتظر حتات كثيرة. الجهات الأخرى التي يجب عليها السعي ل يعني خوض هذا التحدي هي الجهات الإعلامية. لا بد من أنه الإعلام كله يقف ويتحدث مع الشباب، لا بد من معرفة يعني إلى أي مدى وصل بهم الـ يعني الـ الإدمان أو التعاطي للمواد، لأنه هناك جانب آخر قد نتطرق إليه في الحلقات القادمة، اللي هو خاص بالغش في المخدرات والاحتيال في المخدرات. فما هي المواد التي يستخدمها هؤلاء الشباب؟ هل هي فعلا نفس ما هو مروج لها أم مضافة إليها أشياء أكثر خطورة؟ يبقى هناك يعني جهات كثيرة ينتظرها برنامج مهم جدا للتعامل مع مشكلة الكريستال ميث. الحقيقة المنشطات عموما والميثامفيتامين يعني هي شبيهة بمادة الأدرينالين الموجودة في الجسم. هذه المادة المحفزة للإنسان على أن يتصدى لكل التحديات ولكل يعني الأشياء التي تواجهه في حياته وتكسبه الشجاعة والقدرة والمغدرة ولا كده. هذه المادة مادة الأدرينالين يعني شبيهة بهذه المواد، ولكنها موجودة بتوازن. نحن يعني قلنا الكريستال ميث وجدلية التوازن، لأنه لا بد أن يكون في توازن لهذه المواد التي تشبه الأدرينالين. فالأدرينالين يحافظ على الإنسان في التصدي للمخاطر، ولكنه لا يحول الإنسان إلى ضحية، إلى ضحية يعني بدلا عن أن يواجه المخاطر يصبح هو نفسه خطر محتمل ويتحول إلى إنسان على شفا يعني الموت. نحن الحقيقة يمكن في هذه يعني في هذه الحلقة تحدثنا حديث يمكن فيه تفاصيل كثيرة وفيه يعني عموميات كثيرة، ولكن زي ما قلنا وزي ما وعدنا قضية الكريستال ميث وكما هو موجود في الأسافير لا تخلو يعني أي جهة إسفيرية من وسائل التواصل الاجتماعي عن الحديث عن الكريستال ميث. هنواصل الكلام، هنواصل الحديث، هنواصل معرفة التفاصيل، وهنواصل الدق على الأماكن التي يمكن أن يكون من ضمنها يعني أمل في القضاء على هذا المخدر الرهيب. من ناحية الأدلة الجنائية وفي أسرار الأدلة يقف الـ يعني المختبر الجنائي السوداني
يعني بكامل استعداده لفحص هذه المواد، سواء كان مقبوض عليها أو سواء كانت في سوائل جسم الإنسان. فتقارير الأدلة الجنائية هي التي تضع هذه المادة ما بين الاستخدام وما بين يعني العقوبات وما بين تحقيق العدالة. الحلقة القادمة بإذن الله أسرار أخرى للأدلة الجنائية، إلى أن نلقاكم في هذه الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.